نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث في هذا المجلس، ونسأله جل وعلا أن يجعله مجلسا ترتفع به الدرجات وتزكو به الأعمال ويزداد به العلم ويصلح به الحال. بسم الله يا أخي، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذه الأحاديث الثلاثة في بيان حكم استعمال الماء الذي خلت به المرأة أو خلى به الرجل، وذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث. الأول قال فيه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أن تغتسل المرأة أي أن تستعمل المرأة الماء الذي بقي من وضوء أو غسل الرجل. وكذلك نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، قال: وليغترف جميعا. هذا الحديث مضمونه بيان تأثير انفراد المرأة أو انفراد الرجل بالماء فيما يتعلق بالطهارة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني بما أبقاه الرجل مما انفرد باستعماله من الماء، أو الرجل بفضل المرأة أي أن تغتسل المرأة بما انفرد به الرجل في رفع حدث. قال: وليغترفا جميعا، أي ليجتمعا في استعمال الماء. ليغترفا أي ليأخذا جميعا من الماء. وهذا النهي، وهو نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، محمول على الكراهة وليس على التحريم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه كان يغتسل بفضل بعض أزواجه، فقد ساق المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أي بما بقي بعدها، وميمونة إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو اغتسال المرأة بفضل الرجل، أن هذا النهي ليس نهيا للتحريم، إنما هو للكراهة. وكذلك جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس أنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنوبا، أي وقد استعملت هذا الماء في رفع الجنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة ولا يتأثر باستعمال من استعمله في طهارة، سواء كان ذلك في رفع الحدث أو الأصغر أو كان ذلك في رفع الحدث الأكبر. وقد يقول قائل: ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستعمل الرجل ما أبقته المرأة من طهورها، وما الحكمة في أنه نهى المرأة أن تستعمل ما أبقاه الرجل؟ الله أعلم بحكمة ذلك، ولكنه أمر جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وليعلم
أنه ما من شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه إلا ولا بد فيه من حكمة. هذه الحكمة قد تظهر ويدركها الناس فتطمئن قلوبهم بما بينه الله تعالى من الأحكام وبما شرعه من الشرائع، وقد لا تظهر، فعند ذلك يجب عليهم أن يعتقدوا أن ما شرعه الله تعالى له حكمة. وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها، فإنه ما من شيء شرعه الله إلا ولا بد فيه من حكمة، قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها. الأمر الثاني أنه يجب على كل مؤمن إذا بلغه شيء من حكم الله عز وجل أن يمتثل ما أمر الله تعالى به، وأن لا يتوقف في امتثال ذلك على إدراك عقله وفهم الحكمة من الأمر أو النهي، فإن هذا لا يصلح. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل لابد من المبادرة إلى امتثال ما أمر الله تعالى به فعلا وامتثال ما نهى الله تعالى عنه تركا، سواء عقل الإنسان الحكمة في ذلك أو لم يعقل. لا يعني هذا أن الشريعة ليس فيها حكمة، بل ما من شيء شرعه الله إلا ولو حكمة. وأقولها واحفظوها أنه ما من أمر أمر الله تعالى به الخلق إلا ولهم فيه مصلحة، وما من شيء نهاهم عنه إلا وعليهم فيه مفسدة، لكن هذه المصلحة وتلك المفسدة قد تتبين للإنسان فيطمئن قلبه وينشرع صدره، كما يتبين مثلا الحكمة من تحريم الخمر، يدركها الناس ويعرفونها بما يشاهدونه من آثار شرب الخمر في فساد العقول وفساد الأنساب وفساد الأنفس وفساد الأموال وفساد الأديان، فإن كل هذه المفاسد مرتبة على شرب الخمر. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فتذكر الحكمة وتطمئن بها النفوس، لكن أحيانا قد لا يدرك الإنسان الحكمة من تشريع في أمر أو نهي، وهذا لا يعني بحال أن ذلك ليس له حكمة، بل له حكمة وإن خفيت عليك. والله يبتلي العباد ببعض ما تخفى حكمه لأجل أن يتبين صدق عبوديتهم لله وتمام انقيادهم له. فالآن نحن نصلي المغرب، صلينا المغرب كم ركعة؟ كم ركعة صلينا المغرب؟ ثلاث ركعات. لماذا ثلاث ركعات؟ طاعة لله وامتثالا لأمره واتباعا لما شرع. لماذا نصلي العشاء أربعا؟ طاعة لله وامتثالا لأمره. هل في حكمة غير هذا؟ الله أعلم. لكن طاعتك أمر الله فيما شرع مما لم تتبين لك فيه الحكمة هو من تمام عبوديتك لله، أن تطيعه فيما أمر وأن تترك ما نهى عنه وزجر، ولو لم يتبين لك الحكمة والعلة والسر والغاية في ذلك الأمر وفي ذلك النهي. والخلاصة من مجموع هذه الأحاديث أنه يكره أن يستعمل الرجل ما أن انفردت المرأة باستعماله في رفع طهارة، وكذلك يكره للمرأة أن تستعمل ما أن انفرد الرجل باستعماله. وإذا كان زوجين فإنهما يغترفان جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليغترفا جميعا. لكن ذلك لا يؤثر على الماء تنجيسا، الانفراد لا يؤثر على الماء تنجيسا ولا إفسادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأيضا لما قيل له في ذلك قال: إن الماء لا يجنب، وفي رواية: لا ينجس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة:
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان فيهما بيان ما يجري من ملابسة بعض الحيوان للإنسان وأثر ذلك على الطهارة، وذكر الكلاب والهرة. أما الكلب فجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، طهور بالفتح أي ما يطهر به إناء أحدكم أي وعاؤه إذا ولغ الكلب فيه، أي إذا أصابه شيء من سؤر الكلب، أي أي شيء من لعابه وما يسيل من فمه، أن يغسله 7 مرات، أي أن يغسل الإناء 7 مرات. وهذا التسبيع لحكمة الله أعلم بها، وقد ذكر لذلك العلماء جملة من الحكم، فقالوا في ذلك إن نجاسة سؤر الكلب مغلظة، ولذلك لم يؤمر في شيء من النجاسات أن يستعمل فيه الغسل 7 إلا ما جاء في هذا الحديث من ولوغ الكلب في الإناء أي من سؤر الكلب. وقال آخرون إن ذلك لأجل ما في الكلب من ضرر ومرض ونوع من الآفات التي لا تزول ولا يذهب أثرها إلا بالتسبيع في إزالته بالغسل بالماء والتراب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب. هذه الحكمة التي تلمسها العلماء، وسواء كانت كذلك أو لا فإنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وللناس فيه مصلحة. إذا يقول طهور إناء أحدكم أي ما يطهر به الإناء والوعاء، إذا أصابه شيء من سؤر الكلب ولعابه أن يغسله أي يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، فيكرر الغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب، أولاهن أي مبدأهن بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن أخراهن أو آخرهن، أولاهن أو آخرهن بالتراب. والأمر في هذا قريب، فلو كان الغسل بالتراب ليس في الأول، ليس في الغسلة الأولى، فإنه يستعمله في الغسلة الثانية والثالثة أو ما إلى ذلك من الغسلات. لكن الأولى أن يكون التثريب، وهو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، في أول الغسلات، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب، ولأن الماء يزيل التراب ويذهب أثره من الإناء فينتفع الناس به، بخلاف ما إذا كانت الأخيرة بالتراب فإنهم يحتاجون إلى إزالة ما علق به من تراب لأجل أن يستعملوه في مصالحهم ومنافعهم. فلذلك كان الأولى أن تكون الغسلة الأولى بالتراب، وهي الرواية المحفوظة، ورواية آخرهن هو من الشك من الراوي. وأما حديث عبد الله المغفل وعفروه 8 بالتراب، هذا بيان أنه في إحدى الغسلات يكون التراب، ولم يحدد أين موقع تلك الغسلة، وقد جاء بيان ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ فليرق، وفي لفظ له أي لمسلم فليرقه أي فليرق ما في الإناء، وهذه اللفظة تكلم عليها بعض أهل العلم بأنها ليست محفوظة، إذ انفرد بها بعض الرواة عن الأعمش عن بقية من نقل الحديث، فالفقهاء يعدون ذلك من زيادة الثقة فيقبلونها، والمحدثون لهم نظر آخر في طريق الإثبات لمثل هذه الزيادات التي إذا انفرد بها راو عن جملة من يروي عن الراوي ومن هو أوثق منه فإنه يحكم بأنها رواية شاذة ولا يعتبرونها. قال: وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب، وقد تقدم الكلام على هذا. وهل هذا الحكم فقط في سؤر الكلب أم في كل أجزائه؟
الجواب أن الحكم ورد في سؤر الكلب، وأما بقية أجزائه فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن أصابه شيء من نجاسة الكلب فإنه يكفي فيه غسلة واحدة، وإنما كان هذا في ما إذا ولغ الكلب في الإناء. وأما إذا لم يلغ الكلب في الإناء بأن أصاب الإنسان شيء من سؤر الكلب في ثيابه بأن تمسح به كلب على سبيل المثال أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحتاج إلى التسبيع ولا إلى التتريب في الآنية ولا في الجدر ولا في غيرها من المواضع، فإن ذلك لم يرد. والتسبيع استعمال 7 مرات مع التراب إنما ورد في صورة واحدة فلا ينقل إلى بقية الصور، وهو في سؤر الكلب وهو في سؤر الكلب فيخص به في هذه الصورة. أما إذا أصاب سؤر الكلب شيئا من متاع الإنسان أو ثيابه أو أنه صاد الكلب للإنسان صيدا فإنه غير مأمور بالتسبيع ولا بالتتريب، ولو كان ذلك مأمورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم ولم يخص ذلك بهذه الصورة التي جاء بها الحديث. ويسأل كثير من الناس عن الكلب إذا مس الإنسان بأن تمسح به في بدنه بأن مسح على كلب أو الكلب جاء بين فأصابه في ثيابه بين رجليه أو ما إلى ذلك، هل يجب أن يغسل ثيابه مما أصابه؟ الجواب للعلماء في ذلك أقوال، والراجح أنه لا يجب عليه في ذلك شيء، لأن الكلاب ليست حديثة عهد بوجود، وكانت تقبل وتدبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبين الناس، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل منها على هذا النحو إلا في صورة واحدة، فيقصر الحكم على الصورة التي وردت ولا ينقل إلى غيرها. وهذا مما ينبغي أن يستحضر، لا سيما عندما يكون إنسان عنده كلب لحراسة أو كلب لحرث أو كلب لصيد، أو كان ممن يعالج الكلاب في مهنته كحرس الحدود والجمارك وأشبه ذلك، وأيضا من يستعمل الكلاب الحراسة للتفتيش ونحوها، قد يشق عليهم الأمر فيسألون. وهذا هو البيان فيما يتعلق بنجاسة الكلب وما يتصل بها مما يجب فيه التسبيع والتتريب وما لا يجب. أما الحديث الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الهرة، وهي من الحيوانات التي يكثر ملابستها للناس. قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، والهرة حيوان مألوف يسميه الناس القطة وتسمى بأسماء أخرى غير هذا الاسم، وهو والمقصود بالهرة هنا أنثى القطط، ويطلق على الذكر هر، أنها قال صلى الله عليه وسلم في شأنها إنها ليست بنجس، يعني ليست نجسة العين، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس، أي أنها طاهرة وليست بنجسة العين، فتتوقى ويطلب التطهر منها، إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا بيان للعلة والحكمة في هذا الحكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الهرة وصف النجاسة وبين أنها مما لا يخلو الناس منه ولا ينفكون عنه في غشيانهم والتلبس بهم دخولا وخروجا ومعاشرة ومعايشة، فلذلك قال إنها من الطوافين عليكم، والطواف هو من يكثر التجول والمجيء والذهاب على الشيء. وفي سؤر الهرة جماهير العلماء على أن سؤر الهرة طاهر لا يثبت به شيء مما ينبغي أن يتوقع. وقد كان في سبب هذا الحديث أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أقبلت عليه هرة فأصغى إليها إناء فشربت منه، ثم قال رضي الله تعالى عنه في بيان حكم هذا الفعل الذي فعله،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وذلك لبيان الحكم والعلة، وهذا الحكم في سعرها وفي عرقها وفي شعرها كله على هذا النحو الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنها ليست بنجس، فهو دليل على طهارة جميع أعضائها وبدنها، خلافا لمن قال إن الطهارة مقصورة على سعر الهرة دون سائر أجزائها. فالتعليل بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم يدل على طهارة جميع أجزائها، وإنما ذكر السور لأنه الذي يصيب الآنية ويصيب ما يكون من أمتعة الناس، فقد تأتي الهرة إلى شيء من المتاع فتشمه أو تقترب منه بفيها أو تلعقه، فبين الحكم لأجل ذلك، وليس هذا خاصا بهذه الصورة، بل الحكم يعم جميع أجزائها لقوله إنها ليست بنجس.